مرحبا للجميع. اليوم كمان حبيت اطلع شارك واكون هيك عم بقضي شوية وقت معكم بمحضر يسوع، هيك نفتح الكتاب المقدس كمان مع بعض وناكل من قطايب الملك، ناكل من اعلانات الرب لنا. كمان محمس جدا لهالحلقة، لهالمشاركة يلي هي من القلب، هي هيك عفوية ونبوية، ما في تحضير مسبق، في مثل ما أنا بقرأ الكلمة بوقتي مع الرب هيك عم بعمل أونلاين. فأنا أكيد عم صلي لكم، وبعرف أنه الشيء اللي عم بحكيها موحات من الروح القدس، وهي رح بتغير حياتنا لأنه عم بتقودنا ليسوع ولمعرفة الرب. والكلمة بتقول لما منشوفه نتغير إلى تلك الصورة عينها، ومنصير نشبهه من مجد لمجد. فهيدي الإعلانات مش للتسلية، هي للتحول. فالليلة المشاركة كتير حلوة، منا طويلة، من يهوذا الإصحاح الأول، عم بقول لك هيك لأنه ما في غيره. يهوذا بالعهد الجديد هي رسالة بس إصحاح واحد. عنوان المشاركة كمان كتير ملفت من الروح القدس، يلي هو أسرار من يهوذا. فقبل ما نكون هيك عم نقرأ مع بعض هيدي الرسالة، هيك حضر قلبك وحضري قلبك بالصلاة قدام الرب، تا يكون هيك عم بيكلمنا ويغير حياتنا. هاليلويا. خلينا نكون هيك عم نصلي بهيدا الوقت، وبهيدا الوقت يمكن انت وانت اذا بتحبوا تجيبوا الكتاب المقدس وتفتحوا على رسالة يهوذا، كمان بتكونوا هيك عم تجهزوا حالكم. هاليلويا هاليلويا. بين السماوي يا رب نشكرك، نشكرك من اجل الكتاب المقدس، نشكرك يا رب من اجل كل كلمة مكتوبة بهيدا الكتاب يلي هي لمنفعتنا يا رب، لخيرنا، هي رسالة حبك يا رب لكل واحد فينا. يا رب شكرا لأنه يا رب اعطيتنا روحك القدوس يلي بيفتش أعماق الله وبيكشفه لألنا. نعم يا رب شكرا لأنه الكلمة هي يسوع، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة هو الله. يا رب يسوع هو الكلمة، وانت اعطيتنا الروح القدس يلي بيكشف لنا يسوع، لانه يسوع هو اعماقك يا رب، لانه الكلمة هي كانت بحضنك، الابن الذي كان في حضن الاب جاء واخبرنا عنه. يا رب مثل ما الابن يسوع اجا وخبرنا عن الاب، روح القدس اجا وعم بيخبرنا عن يسوع. يا رب كل واحد بحضن التاني، كل واحد بعمق التاني. يا رب شكرا من اجل الكلمة الليلة يا رب، يلي هي مليانة بأسرار، مليانة بأعماقك، مليانة يا رب قوتك للخلاص، مليانة بحكمتك، مليانة بمحبتك. شكرا يا رب لأنه هيدي المائدة يا رب اللي مرتبة أمامنا على مرأة من أعدائنا، على مرأة من نظام هيدا العالم اللي وضع في الشرير يا رب، على مرأة من الأمور اللي محوطتنا كل يوم يا رب، نعلن أنه يا رب كلامك هو نورنا وخلاصنا، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. شكرا من أجل الكلمة بحياتنا يا رب، شكرا لأنك نوري وخلاص يا رب. مكتوب عنك بيوحنا الإصحاح الأول أنك نور الحياة، أنت الكلمة يسوع نور الحياة. لما بعرفك، لما بعرف الكلمة يا رب أتمتع بالحياة الحقيقية، الحياة الفياضة، مش يلي الناس بيعطوا تعريف للحياة. أنت الحياة يا رب، وبراتك ما في حياة يا رب، في شكل من الحياة ولكن بالحقيقة هو موت يا رب، والناس ما بيعرفوا هيدا الشيء لأنه المخدوع ما بيعرف حاله مخدوع. يا رب شكرا من أجل هالرسالة اليوم، شكرا من أجل أسرارك يا رب لكل واحد فينا. أنت كلم كل واحد بالرسالة اللي محتاج يسمعها يا رب باسم الرب يسوع. وشي واحد من قلك يا رب مجد يسوع، لك كل المجد. أمين. الآية الأولى من يهوذا واحد بتقول: من يهوذا عبد يسوع المسيح وشقيق يعقوب إلى الذين دعاهم الله الآب إليه، المحبوبين منه والمحفوظين من أجل يسوع المسيح. يعني هذه الرسالة هي لألك لأنه أنت دعاك الله الآب، ما هيك؟ أنت المحبوب منه والمحفوظ من أجل يسوع المسيح، يعني هذه الرسالة لألك. في أبسط من هيك؟
اللي طني الرسالة مكتوبة كان بوقتها لكنيسة معينة، بس الافتتاحية تبع يهوذا عم بيقول: من يهوذا عبد يسوع المسيح وشقيق يعقوب. لمين؟ قال: إلى الذين دعاهم الله الآب إليه. دعاك الله الآب لإلك؟ دعاك الله الآب لإلك؟ أوكي، برافو، جاوبته. طيب، والمحبوبين منه، أنت محبوب من الله الآب؟ أوكي، أنت محبوب من الله الآب؟ أوكي. طيب، والمحفوظين من أجل يسوع المسيح، أنت محفوظ من أجل يسوع؟ أنت محفوظة من أجل يسوع؟ جريت. لكن هاي الرسالة لإلك ولإلك ولإلي: لتكن لكم الرحمة والسلام والمحبة في وفرة وازدياد. أنا هلأ بستقبل هاي الرحمة والسلام والمحبة بوفرة وبازدياد باسم الرب يسوع. واو، بتعرف لما الرب بيقول لك كلمة هي مادة، هي مادة، هي جوده، هي مجده، هي روح وحياة. يعني لما يقول لك لتكن لكم الرحمة والسلام والمحبة، فيك تقراها كأنه حبر على ورق بإنجيلك. آه شو حلو، لك عم بيقول لهم لتكن الرحمة والمحبة والسلام في وفرة وازدياد. فيك تقراها هيك وتقطع وما تستقبلها، بس هو عم بيعطيك المادة، عم بيعطيك المجد. إذا ما بتوقف وبتستقبلها بتروح عليك، هودي الكلمات بيروحوا عليك. فلتكن لكم الرحمة والسلام والمحبة في وفر وازدياد. بابا باسم يسوع نستقبل الرحمة يا رب الموجودة لقلنا هلأ بهاي الرسالة، ومنستقبل السلام منك أيها الله الآب لقلنا الموجود بهاي الرسالة، ومنستقبل المحبة يا رب منك أيها الله الآب الموجودة لقلنا بهاي الرسالة بوفرة وبازدياد باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. نعم يا رب، نمتلئ نمتلئ نمتلئ. هللويا. شكرا يا رب، نحن عم نمتلئ من الرحمة والسلام والمحبة بوفرة وبازدياد، رح منفيد بالرحمة والسلام والمحبة كمان بوفرة وبازدياد، لأنه الشيء اللي منمتلئ منه منفيد فيه للآخرين. لقية ثلاثة، عنوان المقطع: الخطيئة وموت الأشرار. أيها الأحباء، يهوذا عم بيحكي معك ومعك ومعي، لأنه حدد بالرسالة لمين. قال: كنت قد نويت أن أكتب إليكم في موضوع الخلاص الذي نشترك فيه جميعا، ولكن أراني الآن مضطرا لأن أكتب لأشجعكم على الجهاد في سبيل الإيمان الذي سلم مرة واحدة للقديسين، لأنه قد تسلل إلى ما بينكم معلمون لابد أن يلاقوا الحكم بالعقاب الأبدي كما هو مكتوب لهم منذ القديم. فهون عم بيحذرنا يهوذا خينا المحبوب بالرب اللي هو عند الرب هلأ، عم بيحذرنا بالروح القدس، عم بيقلنا أنه انتبهوا لإيمانكم يلي سلم لألكم، وهو أهم شيء تحافظوا عليه. الآن أراني الآن مضطرا لأن أكتب لأشجعكم على الجهاد في سبيل الإيمان. يعني حافظوا على هيدا الإيمان يلي انعطى لكم من الرب. ليش بدنا نحافظ عليه يا يهوذا لهيدا الإيمان؟ ليه عم بتحذرنا؟ لأنه عم بيحكي معنا، تذكروا، لأنه قد تسلل إلى ما بينكم معلمون لابد أن يلاقوا الحكم بالعقاب الأبدي كما هو مكتوب لهم منذ القديم. تسلل لقلنا بحياتنا أنت وأنا وأنت معلمون عم يشتغلوا ضد هيدا الإيمان يلي الرب عطانا إياه، هيدا الإيمان القويم الأرثوذكس فيث يلي هو الإيمان المستقيم بحسب كلمة الرب. هيدا في معلمين عم بيحاربوا وراهن إبليس يلي هو عم بيحركهم، وهن باب مفتوح لإله لأن عندهم ثغرات ومصالح ومطامع. فإتس وين وين بالنسبة لإلهم اتنيناتهم، لإبليس ولهو المعلمين، بس بالآخر اتنيناتهم عاقبتهم الهلاك. لهلأ بمفكرين حالهم عم بيفرحوا وعم تزبط معهم، بس معروف طريق الأشرار لوين بيودي. عم بيحذرنا، عم بيقلنا انتبهوا، في معلمون لابد أن يلاقوا الحكم بالعقاب الأبدي كما هو مكتوب لهم منذ القديم. انتبه من المعلمين بحياتك وبحياتك يلي عم بيحاولوا يحكوا
لهيدا الإيمان الغالي يلي عطاك إياه الرب. امتحن كل شيء، امتحني كل شيء بحسب كلمة الرب، لأنه هيك بتمتحن، هيك بتميز الأرواح بحسب كلمة الرب. لما يكون في 100 دولار مزورة، يعني في 100 دولار أصلية. أنت إذا بدك تميز 100 دولار الأصلية من المزورة، بتدرس المزور ولا بتدرس الأصلي؟ أكيد بتدرس الأصلي، لأنه لما بتستثمر بالأصلي المزور رح يكون دائما مفضوح قدامك. لما بتعرف وبتعرفي أختي كلمة الرب يلي هي الأصلي، ساعتها لما بتسمع وبتسمع تعاليم ووعظات ومشورات من الخطاط من المعلمين الروحيين بين هلالين، رح تكتشف انه اف لا مش مزبوط اللي عم بيقولوه، لانه كلمة الرب ما بتعلم هيك. فاستثمر بكلمة الرب، استثمري بكلمة الرب، عود مع الكلمة، لانه بهالايام في كتير مزور والرب ما بده اياك تكون مخدوع، لانه هالقد فيها خطورة، هالقد فيها أهمية، لأنه ممكن إيمانك ينسرق، وممكن إيمانك يفوت الإبليس عليه ويخربطه ويخربه. العروس بنشيد الأنشاد كانت عم تصلي، أو بمعنى كانت عم بتقول أنه أحميني من الثعالب الصغيرة المفسدة من الكروم، المفسدة للكروم. فشيطان هو هيدي الثعالب الصغيرة، محتال، مرات ما بيجي بشكل كبير، مرات بيجي بشكل كلمة صغيرة، ثعالب صغيرة، محتلة صغيرة، كلمة صغيرة، تعليم صغير قطع بين تعليم كبير، بدي يفوت ليخرب حقلك، بدي يفوت ليخرب إيمانك. فانتبه دايما من المعلمين اللي عم تسمع لهم، ومش بقصد انه يكون عندك دايما هيدي نظرية المؤامرة انه اليوم الراعي بده يتمحتل علي وبده يؤذي ايماني، لا، بس انه خليك منتبه، لانه ما حدا كامل، وممكن يتسرب منه كلمات مناقضة للكتاب المقدس، او زيغة شوي، او زيغة كتير عن الحق. فهيدي مسؤوليتك، هلا هو مسؤوليته انه يوصل لك الحق الكامل، بس اذا لسبب ما قدر او ما بده، شغلتك أنت تروح وتفتش الكتب وتمتحن الأشياء اللي سمعتها. قال حتى الجهال في طريقهم لا يضلون، بيقول بأشعياء. يعني أنت إذا مع الرب وعم بتصلي وعم تقرأ الكتاب، الرب رح بيجلس فيك أي أمور معوجة، فما تخاف. فهون عم بيحذرنا يهوذا من هودي المعلمين. قال هلا هون عم بيقلنا مش صفاتهم، يعني ما بعرف شو الكلمة المناقضة للصفة، لأن الصفة شي منيح، علامات تميز هودي المعلمين الأشرار يلي بدون يتسللوا، ولك الكلمة لأنه قد تسلل إلى ما بينكم. يعني كيف مين بيتسلل؟ اللص، يعني بيمشي على رؤوس أصابيعه وعم بيتسلل، يعني very sneaky، يعني بيحاول إبليس بتعاليم هيك بيفوتنا الباب الخلفاني دايما، ما هيك؟ فانتبه، كما هيك لازم تسهر روحيا وتقرأ الكلمة وتكون بالصلاة مع الرب. فشو صفات هودي أو علامات هودي المعلمين؟ قال هم أشرار لا يهبون الله، ما فيهمش مخافة الله، يتخذون من نعمة إلهنا فرصة، عندهم إعلان عن النعمة، بس قال يتخذون من نعمة إلهنا فرصة، يعني بيعرفوا شو عم بيعملوا، بس قال يتخذون من نعمة إلهنا فرصة لإباحة الرذائل، وينكرون سيدنا وربنا الوحيد يسوع المسيح. فالآن أريد أن أذكركم بأمور تعرفونها، ونشكر الرب من أجل أنه بيذكرنا من أمور بأمور بنعرفها، بس محتاجين أنه نسمعها مرة تانية بالوقت المناسب. فشكله هلأ الوقت المناسب نرجع نتذكر هيدي الأمور. شو هي هيدي الأمور يا يهوذا؟ بدي لك شغلة خيي وإختي، إذا أنتو عم تسمعوا تعليم بتقولوا منعرفها، أنه سمعينا منعرف هالقصة، فهون عم بيقول يهوذا هاي النصيحة لقلنا بالروح القدس، أريد أن أذكركم بأمور تعرفونها،
يعني انتو بتعرفوا بقى، بس الروح حركه ليذكرنا فيها، ما هيك؟ يعني لما بترجع بتسمع شيء انت اوريدي بتعرفه، بس الرب عم يرجع يذكرك فيه، اسمع وكأنه لأول مرة، لأنه هيك الرب قرر، هو بيعرف شو عم بيعمل، وبيعرف انه محتاجين انه نتذكر هيدي الأمور. فما تعمل شت داون وما تسكر دينتك وتقول خلص تلعب لي دق جيم على التليفون ليكون خلص هالوعظة أو المشاركة، لا ما تعمل هيك، لأنه يمكن عم تروح عليك تحذير ممكن ينقذ حياتك. بيكمل بيقول: فأنتم تعرفون أن الرب بعدما أنقذ الشعب من مصر عاد فأهلك الذين لم يؤمنوا من ذلك الشعب. عم بفرجينا أهمية أو عواقب عدم الإيمان. وأما الملائكة الذين لم يحافظوا على مقامهم الرفيع، يعني بدي لك شيء هون معلم ممكن نأذك، هون عم بيقول يهوذا: أنتم تعرفون أن الرب بعدما أنقذ الشعب من مصر، خلصهم بزراعة عظيمة وطلعهم من خلال موسى، شو صار؟ قالوا يمكن بعد ما طلعوا هللويا خلصنا الرب من فرعون من إبليس، صرنا بورن أجين، بس شو صار؟ قال: عاد فأهلك الذين لم يؤمنوا من ذلك الشعب. عم بضحك مش لأنه هني صار معهم هيك، ما عم نتمسخر على حدا، دوماج أنه صار معهم هيك، بس قال الرب أهلكهم لأنه أهلك الذين لم يؤمنوا من ذلك الشعب، يعني طلع الشعب كله رحمة من الرب خلصهم، بس بالآخر أهلك الذين لم يؤمنوا من ذلك الشعب. فمش يعني كل اللي يلي الرب بيتعامل معهم بالخلاص يعني هني رح بيكملوا بالإيمان ورح بيفوتوا على أرض الموعد السماوية يلي هي السما بذاتها مطرح الرب ما هو حاضر. فانتبه، مش لأنه الرب تعامل معك بالخلاص يعني أنت عن جد بالإيمان، فلازم تتأكد أنه أنا عن جد بالإيمان، لأنه العادة فأهلك الذين لم يؤمنوا من ذلك الشعب. فكرمل هيك هالرسالة فيها تحذير لألك ولألي ولألك، أنه ما ننبسط أنه الرب تعامل معنا بس ونفرح أنه ونهلل أنه تم الخلاص، اتأكد أنه في إيمان، يمكن رب زارك وخلصك لأنه حدا عم يصلي لك، يمكن رحت على كنيسة وصلوا لك وقلبت بالأرض وامتليت بالروح القدس، أنه حسيت بالروح القدس، دقت النعمة بس النعمة ما صارت جواتك. فتأكد أنه أنت مش بس عم تاخد هيدي الأشكال الخلاصية يلي مبارك من الرب وتقول خلص ايه انا شكله انه الرب قبلني وانا بالايمان، لا، اتأكد انه عن جد انت من اهل الايمان، يعني انت عن جد عم تسلك بايمان مع الرب، والايمان له ثماره هلأ ما رح نحكي عنه. فهون يعني في تحذير لقلنا كلنا انه اوكي الرب خلصنا وطلعنا كلنا، بس العادة فأهلك الذين لم يؤمنوا من ذلك الشعب، وهون بنرفع صلاة بابا باسم يسوع انه نكمل بالايمان، لانه مش مهم نبلش بس مهم نكمل كمان. فمثل ما بولس قال: أكملت السعي والآن ينتظرني، جهدت الجهاد الحسن، جهاد الإيمان، قال والآن ينتظرني إكليل الخلاص. فبابا منصلي باسم يسوع أنه نكون عن جد من أهل الإيمان، مليانين بالإيمان، وعم نكمل بالإيمان لآخر لحظة بحياتنا باسم الرب يسوع المسيح. ويا رب الأشخاص يلي عم يسمعوني وهن تمتعوا بتعاملاتك معهم بلمسة بكلمة باستجابة صلاة، ما بعرف، يا رب بصلي إن هؤلاء الأشخاص هيك تضيء لألون وتجذبهم عن جد لحياة الإيمان الحقيقية، ما يكتفوا بمظاهر الخلاص ويفكروا حالهم صاروا بقلب الملكوت. فيا رب أنت بتعرف القلوب والكلى، يا رب أنت بتعرف دخيلة الإنسان، شكرا أنه ما حدا من اللي عم يسمعون الليلة يكونوا مخدوعين باسم يسوع. لأي ستة: وأما الملائكة، هون كان عم يحكي عن الشعب، هلأ عم يحكي عن الملائكة، حتى في دروس من الملائكة ممكن نتعلمها. أما الملائكة الذين لم يحافظوا على مقامهم الرفيع، وهذا بدل أنه كان في ملائكة عندهم مقام رفيع وفقدوا
بل تركوا مركزهم، وهن اللي تركوا مش الرب تركن ياه. فما زال الرب يحفظهم مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام بانتظار دينونة ذلك اليوم العظيم. أي سبعة، وتعرفون كذلك ما فعله الرب بمدينتي سدوم وعمورة. فإذن هون عم بيحكي عن في الشعب تعرض للهلاك لأنه ما كان بالإيمان، الملائكة يلي ما كملوا بخدمتهم للرب كمان هن هلأ مقيدين بسلاسل ليوم الدينونة. وهون عم بيقلنا حتى في مدينة، يعني عم بيحكينا أنه كمان المدن يلي هي ما بتعرف الرب ومنا بالإيمان كمان هي باب مفتوح للهلاك وللدمار. وتذكر مثل ما قلت لك أنه مش الرب اللي بيدمر، أنت بتطلع من حماية الرب. ف يعني بديهية أنا إذا هلأ تنقول في قصف برا وأنا بقلب بالملجأ أو ببيتي، إذا طلعت برات بيتي وطلعت على الطريق بينزل علي صاروخ أنه الرب لي كب الصاروخ علي، أنا طلعت من الحماية. فالإيمان هو حماية لألك ولألك، إن كنتوا أفراد، إن كنتوا عائلة، إن كنتوا مدينة. فهوني في دروس، شعب، ملائكة كمان تعرضوا، ومدينة. شو صار بهالمدينة؟ قال تعرفون كذلك ما فعله الرب بمدينتي سدوم وعمورة وبالمدن التي حولهما. قال فقد كان أهل هذه المدن مثل أولئك المعلمين مندفعين وراء الزنا ومنغمسين في شهوات مخالفة للطبيعة. أنا ما عم بقول شيء، الكلمة عم بتقول إنه في شهوات مخالفة للطبيعة. بهيدي الأيام بالبسيكولوجي بيسموها الله خلقه هيك، ما هيك؟ ببعض الدول عم بيفبركوا قوانين تشرع هيدي الأمور لأنه حرام مني بخلقه هيك، بحسوا هيك، إيه بحسوا هيك، بس هاي شهوات مخالفة للطبيعة، الرب عنده علاج لها، مش يعني منطلع لها قوانين وبتصير صح. والرب قال أصلاً بالأيام الأخيرة الصح بيصير غلط والغلط بيصير صح، والناس ما بتطيق تسمع الحق. أنا بصلي أن أنت وأنا وأنت نكون من الأشخاص اللي بنسمع الحق دايماً ومنطيعه، لأنه الكلمة بتقول أنه من كان من الله سمع كلام الله، ما بيعاند. هاليلويا، منكمل. فعم بيحكي عن هيدي المدينة ليت قصصيت لأنه قال كان فيها أشخاص مثل هودي المعلمين. انتبهوا كل محور هالرسالة عن هول المعلمين المندفعين وراء الزنا، يعني انتبهوا بقراءة الكلمة دايما في فكرة أساسية. وهون عم بيحكي بكل هالرسالة عن هول المعلمين، عم بيحذرنا منهم وعم بيعطينا تشبيهات عنهم. فقد كان أهل هذه المدن مثل أولئك المعلمين مندفعين وراء الزنا ومنغمسين في شهوات مخالفة للطبيعة، لذلك عاقب الرب هذه المدن بالنار الأبدية. بتقول لي ليك ما عم بيقولها هون، عاقب الرب، يعني الرب عاقب. ايه الرب عاقب؟ ما قلت لك انه يعني ما في اوبشن تاني، ما انت طلعت برات وصايا الحياة، يعني انت بالموت رح بتصير، يعني بس انت اللي طلعت باجريك. فهو لما يقول عاقب الرب لانه الرب من الاول قال حطيت الحياة والموت أمامك، اختر الحياة. أنت طلعت برات الحياة، المدينة هذه طلعت برات الحياة لما مارست الفحشاء، فنزل الموت والعقاب عليهم لأنهم طلعوا برات الحياة. كمان منتذكر يوحنا 3:16 اللي بتقول أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. قال واللي ما بيقبلوا المسيح، نسيت الكمالة مش حافظها، حافظ هاي الأساسية، بس بتقول أنه قال يلي بيرفضوا الحياة الأبدية، اللي بيرفضوا المسيح، بيرفضوا خطة الله للخلاص، قال يستقر عليهم غضب الله. يعني برات المسيح أنت تحت الغضب هون وبالأبدية، بس بالمسيح هللويا الرحمة 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 هون وبالأبدية أنت صرت ابن البركة. فمنكمل. فكانت بذلك عبرة للآخرين، ومع ذلك فإن أولئك المعلمين المتوهمين يسيرون في الطريق التي سار فيها أهل تلك المدن.
إذ يلوثون أجسادهم بالنجاسة ويحتقرون السيادة الإلهية ويتكلمون بالإهانة على الكائنات المجيدة. لأي 9، فحتى ميخائيل وهو رئيس ملائكة لم يجرؤ أن يحكم على إبليس بكلام مهين عندما خاصمه وتجادل معه بخصوص جثمان موسى، وإنما اكتفى بالقول له: ليسجرك الرب. ولكن هؤلاء المعلمين يتكلمون كلاما مهينا على أمور لا يعرفونها، وأما ما يفهمونه بالغريزة كالحيوانات غير العاقلة، شوف شبههم بالحيوانات غير العاقلة، أما ما يفهمونه بالغريزة كالحيوانات غير العاقلة فإنهم به يدمرون أنفسهم. الويل لهم، لأنهم سلكوا طريق قايين واندفعوا إلى ارتكاب خطيئة بلعام طلبا للمال، وتمردوا كما تمرد كورح فدمروا أنفسهم. دايما التمرد له دمار، كل شيء بنعمله بتمرد فيه موت. إذا منتمرد على الطبيعة بأجسامنا منسلمها للزنا ونعمل أمور الرب ما أراد أنه نعملها أو مش مصممة لنعملها، نحن عم نتمرد على الخالق. لأنه مين أنت مثل بقول بأشعيا، مين أنت أيتها الجبلة لتحكي مع الجابل أو الخالق وتقله ليش خلقتني هيك؟ بدك تشوف الرب شو معيار الحياة تبعه وشو طرقه وتسلك فيها، مش تغير الرب وطرقه. إذا بدك تغير الرب وطرقه أنت عم تتمرد، وبالتالي أنت عم بتموت. مش لأنه الرب بده يموتك، أنت كسرت ديزاين، أنت كسرت تصميم إلهي يلي هو دايما للحياة وللحماية. تذكروا بالتسجيلات السابقة قلت لكم الرب دايما وصاياه هي للحياة وللحماية، مش لأنه ما نقول الرب أو ما عمل أبديت للجيل اللي نحن فيه اليوم. لا، كلمته من الأزل للأبد، لأنه هي life standards، معيار الحياة، والحياة ما رح تتغير بالنسبة له لأنه هو الحياة. قال وتمرد كما تمرد كورح، هي بالعهد القديم بتقراها، كان في حدا اسمه كورح وتمرد ودمر حاله هو و اللي بيشدوا عم شدوا. بلاي 12، إنهم يشتركون معكم في ولائم المحبة دون خجل، ولكنهم كصخور تعيقكم. أنا بصلي باسم يسوع هاي الصخور يلي عم بتعيقنا، هيدي التعليم وهودي المعلمين يلي بيتسللوا لحياتنا، إنه ينفضحوا هلأ باسم يسوع، ونصلي حماية لقلنا منهم باسم الرب يسوع المسيح. وإذا في أي تعاليم من تعاليمهم تسللت لقلوبنا، نعلن نار الروح القدس تنزل على هاي التعاليم اللي فينا وبأذهاننا تحترق للتمام. قال هن كصخور توعيككم، لا هم لهم سوى إشباع أنفسهم، إنهم يشبهون غيوما بلا مطر تسوقها الرياح. يعني شكلهم هيك ملزلزين مثل الغيمة بس فاضية. إنهم يشبهون غيوما بلا مطر تسوقها الرياح. يعني شو تسوقها الرياح؟ يعني هن مفكرين حالهم شي، منفخين مثل الغيمة، متكبرين، يعني عندهم مظهر التقوى، ما عندهم القوة، ما عندهم الإثمار، ما عندهم المطر، ما عندهم البركة. ومش بس هيك، قال تسوقها الرياح. رياح شو؟ الرغبات والشهوات تبعهم، ورياح إبليس يلي بتحركهم. قال وأشجارا خريفية بلا ثمر يقتلعها أصحابها، يعني بقالهم عازة فيهم موت. أشجار خريفية بلا ثمر يقتلعها أصحابها. الفتكون قد ماتت مرتين. لي 13، وبأعمالهم المخجلة يفضحون أنفسهم كأمواج في البحر هائجة تقذف الأوساخ. يعني كل اللي بيعملوه أنه يقذفون الأوساخ علينا، بس منرفضها باسم يسوع وبمعونة الروح القدس منميزها، ومنرفض تتسلل
لسيستام الإيمان الحقيقي اللي الرب سلمه لإلنا. قال وهم أشبه بنجوم تائهة في الفضاء. لف قداش في تشبيهات لإلهم وكلها إلى معاني ما رح نفوت فيها، بدها وقت طويل للدراسة. هلأ مهم التحذير هو الأهم. قال هم أشبه بنجوم تائهة في الفضاء، مصيرها الظلام الشديد إلى الأبد. مفكرين حالهم النجوم مضويين بس هني بالحقيقة تايهين بالفضاء، يعني الناس عم تتطلع عليهم مفكرين حالهم شي مهم لفتين النظر، بس هني تايهين بالنسبة للرب ومش مضويين، ومصيرهم الظلام الشديد إلى الأبد. يا رب نجينا، خلصهم كمان إن أمكن باسم يسوع لهول المعلمين. قال عن هؤلاء وأمثالهم، يعني عن هود المعلمين يلي بيشبهون، تنبأ أخنوخ السابع بعد آدم، يعني صدر حكم القضاء عليهم من زمان عيام أخنوخ. قال فقال انظروا إن الرب آت بصحبة عشرات الألوف من قديسيه ليدين جميع الناس ويوبخ جميع الأشرار الذين لا يهبون الله بسبب جميع أعمالهم الشريرة التي ارتكبوها وجميع أقوالهم القاسية التي أهانوه بها والتي لا تصدر إلا عن الخاطئين الأشرار غير الأتقياء. لي 16 وهؤلاء المعلمون يتذمرون ويشكون دائما، وفيما هم يندفعون وراء شهواتهم يطلقون ألسنتهم متحدثين بأمور طنانة ويمدحون من يعجبهم طلبا للمنفعة. هيدي صفاتهم أو هيدي العلامات اللي بتميزهم، اللي بتميز هؤلاء المعلمين. معلمين يتذمرون ويشكون دائما. وعشو بيتذمروا وبيشكوا؟ رح فاجئك. بيتذمروا وبيشكوا أو بيشتكوا، وتذكروا كلمة الشكاية هي لإبليس المشتكي على الإخوة، فبيتذمروا وبيشتكوا على أهل الإيمان الحقيقيين يلي ماشيين صح. فهول المعلمون المكابرين اللي ما بيخافوا الله يلي فتحين على ذوقهم، هن بذاتهم المتوهمون قالوا يتذمرون ويشكون على مين؟ على اللي هن من أهل الإيمان. يعني مثل واحد عم بيعلم الإيمان الصح، واحد تاني بكنيسة تانية هو معلم متسلل بيقعد بيحكي على هيدا اللي عم بيعلم صح وبيحاول يخرب لك إيمانك وإيمانك ويشوشك إنه هداك عم بيعلم غلط. هاو المعلمون هيك، هاو هيدا اللي عم يحكي عنه الليلي، هاو هن بيعملوا هيك. معلمون يتذمرون ويشكون، وفيما هم يندفعون وراء شهواتهم يطلقون ألسنتهم متحدثين بأمور طنانة ليجذبوكن ويمدحون من يعجبهم طلبا للمنفعة. متملقين، بدون دايما عدد بالكنائس بس ما عم بيعلموا الحق. أما أنتم أيها الأحباء فاذكروا دائما ما قاله رسل ربنا يسوع المسيح. كمان عم يرجع يذكرنا، فقد سبق أن نبهوكم إلى أنه في نهاية الأزمان اللي نحن عايشين فيها سيطلع مستهزئون يعيشون منغمسين في شهواتهم الفاسقة. هؤلاء هم الذين يسببون الانشقاق. ما بيهمني قدي المعلم هيدا اللي أنت مبسوط فيه عم بيعلم اشي حلو، لانه قرينا من سطرين لورا انه يتحدثون بامور طنانة. ما بيهمني هيدا المعلم يلي لافتك وجاذبك، ما بيهمني هيدا المعلم يلي لافتك وجاذبك، اذا هن عم يسببون الانشقاق هيدي علامة كتير واضحة انه ما فيهم الروح القدس. وهيدي من المطارح العالي بالروح يلي بتفرجي انه هن من الاساس كانوا مخادعيني. لما توصل تشوف معلم عم بيسبب انشقاق، يعني هو مساق من مصالحه ومن ابليس.
عم بيخطر على بالك اسم حدا هلا؟ عم بيخطر على بالك اسم حدا من هول المعلمين والمعلمات؟ عم بيسببوا انشقاق؟ لكن شو بيقول الكتاب عنهم؟ هؤلاء هم الذين يسببون الانشقاق وينساقون وراء غرائزهم الحيوانية وليس الروح القدس فيهم. هؤلاء، رح ارجع عيدها للآية، هم الذين يسببون الانشقاق وينساقون وراء غرائزهم الحيوانية وليس الروح القدس فيهم. واو. وهودي المعلمين يلي انت لما تكتشفهم، اذا انت حبيت تطلع منهم وتنشق عنهم، رح بيقولوا انه انت اللي فيك انشقاق